اليوم يا جماعة الخير عندنا مقطع جديد وحلقة جديدة من جراند 5 وسلسلة مغامرات مامكالو في هذا العالم الأسطوري من السيرفر الأجنبي. يا جماعة حاب أبشركم أنه عددنا أوشك كذا على الانتهاء شويتين، إحنا صرنا أكثر وأكثر، فأتمنى من كل شخص يتابع هذا المقطع أتمنى تسجل على الرابط موجود بالوصف يعني وتحاول تدخل معنا السيرفر، لأن نحن نبي نكون عددنا أكبر وأكثر يعني. وما عليك حتى لو اكتمل العدد، في كثير ناس كانوا منضمين من السابق ما جالسين يدخلوا الآن، راح نحاول نطردها ونضمك معاهم يعني، فدائما راح يكون في مكان للجميع. أتمنى اكبر عدد ممكن يدخل معانا عشان نكون كذا توب على السيرفر، لان ما اخبي عليكم شباب يعني احنا تقريبا رانكنا الان على الفاميليات كلها، وصلنا الى الرانك 28 يا جماعه، احنا التوب 28 على السيرفر الان، ولكن ان شاء الله راح نحاول نطلع للاعلى وللقمه باذن الله يعني، وهذا بمساعدتكم يعني. فايش منتظر يا عزيزي؟ اوكي يا جماعه انا خلصت الان مقدمتي، يعطيكم العافيه شباب من هذه الناحيه اوكي. وطبعا يعني لا ننسى كل شخص نزل على الوصف يعني ايش تستنى، تضغط زر اللايك يا عزيزي بالله، اضغط زر اللايك خلينا نوصل 50 60 1000 70 1000 80 90 1000 لايك يعني كذا خربت على الاخير، انا نبي الاف اللايكات شباب بالله عليكم يعني، لايكات كثيره. وشباب انا ليش رجعت العب الصوت من الجيران لسه يتفايتوا يا اخي، ذول ما يشبعون فايت ولا ايش الموضوع الان؟ الزبده شباب انا صراحه صار لي كذا عده ايام حايص نايس ابي ابيع ذا البيت بشكل مو طبيعي، جاني عرض عليه على 83 مليون، مع الاسف الشديد مامكالو رفض بسبب انه طماعه يعني، مع انه تتذكرون اشتريت ذا البيت من المزاد ب 76 مليون، ولكن انا ودي ابيعه الان، ولكن هذا مو موضوعنا. فشباب الزبده تعالوا ندخل البيت شويتين اوكي، لان موضوعنا اليوم مو عن البيوت، موضوعنا اليوم مختلف تماما، موضوعنا اليوم عن السيارات يا جماعه. انا ودي اني استلم كم شغله بالسياره، ولكن في كم كلمه ابي امرها الناس يعرفون نفسهم الان اوكي. في جماعه بالفاميلي الان ما ودي اذكر اسامي شباب، ولكن العواقب راح تنزل وخيمه جدا. اول شيء خلينا نروح على الجراج هنا، ما بروح شباب افتح باكيجات الدنيا كلها، ما بفتح باكيجات اللي ما يطلع لك فيه غير سياره، بفتح باكيجات اللي يطلع فيها مليون سياره يعني، ببعد يعني بتفادى ذول، انا هذول ما يحب ما احبهم، ما ادور فلوس انا ادور سيارات صراحه يعني، ابي ادور باكيجات مثل ذول. انا اليوم انا بطمح لهذول الاشياء. واو واو واو، نبدا بشيء خفيف لان انا ودي افتح بعمر 6 اكسب ذي، هذه حلمي تطلع لي باللعبه، هذه في حظي انا كاول شخص افتح باكجي. يا رب مامكالو يا كم انا احب اسمع صوت ذاك البوم عن طول يطلع لك سيارتنا. ايوه هذه رخصه التحميه شباب، لسه تحميه تونا داخلين على الاجواء الان، هذا عشان الرقصه بس، هذا عشان الرقصه شباب، هذا عشان الرقصه بالاول. يلا 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 الله يا منير الله. مدارة، هذا بحظك يا مدارة، مدارة كسبني بالله عليك. الله اكبر يا مدارة، يا رب سيارة زرقاء هذيك، يا رب سيارة زرقاء الفل. لا لا مو البانشي سيارة، لا هذا اسوأ سيارة ممكن تطلع لك في تاريخ البشرية هذه. مبروك يا اخي شباب، مبروك الف، بس انه شباب شكلي ببيع على طول هذه السيارة والله اني مبروك، حلو مبروك، انا مبسوط بس زعلان يعني، ايش ذي السيارة يا عمي؟ ودي وديها كيف اودي ذي؟ يا الله يا القهر، بس يلا مدارة كسبنا والله، شوفوا هذه هي يعني ما تسوى شيء، ببيع على طول. شاكم بيعها كم سعرها؟ مليونين ونص شباب. يقول لك المثل انت ما كنت ترخص يعني مستحيل، ترى دي شباب والله من جد كل مره ارخص اكسب سياره، تبي دليل؟ تبي دليل؟ شوف دي رخصه الروبوت اللي مستعجل. ايو 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 بوغاتي ديفو، يا الله ابي بوغاتي يا رب، اكسب البوغاتي يا رب. بحول الباكج ذا، اوه 300000، اوه 300000 كفو والله، والله اصلي والله اصلي اصلي والله اصلي، يا رب يا كريم. الله اكبر عليك يا توكسيك، بالله اعطيني الروز رايس كمان. الله تبي تسرخ مني الروز رايس؟ اطلع لك بروز رايس ثانيه، تبي تسرخها مني اسرخها، ما بطلعها غصب عنك، اجيبها الان اكسبها على طول. ليتس جو، هذه روز رايس ثانيه، ليتس جو. تبي تاخذ مني روز رايس؟ ما بدفع 700000 تجيني لوحدها الان، شفت روز رايس محلاها؟ شوف 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 شوف، باع باع روز رايس. الله الله كفو كفو والله كفو شباب، لا فرحتي كبيره جدا، لان شباب يعني تعرفون قسم بالله انا خسرت السياره زعلت كثير. شوف حجمها اكبر ذي السياره، يا الله حجمها احلى ذي السياره، كثير كبيره شباب والله، اني كنت اسوقها كنت افرح كذا، هذه اول سياره بلعبه جراند قسم بالله بالاونلاين وبكل شيء احصل عليها واستمتع انا اسوقها وكل شيء، يعني شكلها مثل اللعبه والله، تحس مثل اللعبه والله يا اخي والله. ابي ذي شباب يا رب، نفتح 12 كمان، انا حققت ابي ذي، هاي السياره شكلها مو طبيعي، محلى شكلها ما تحط لي اشارات شباب، هذه ارجوكم يلا. يلا عادي هذا الحظ، الباكج هذا هذا باكج نحس والله من جد والله، ابي ذي ابي ذي ارجوك بوكاتي ديفو كمان بحاول فيها مره شباب والله، ابي ذي كثير شباب حلم ذي يلا يا رب. اوكي لا تتهور تسحب نفس الباكج كمان يا اخي، 100000 والله حلوين، 6 ب 100000 حلوين كثير حلوين. اوه هذه او هذه السياره شباب، لامبورجيني الستون، لامبورجيني الستون السي 18، بالله عليك لامبورجيني. الله اكبر يا رب لامبورجيني، بالله لامبورجيني الحمراء. اوكي اوكي حلو حلو حلو، هذه ما حصلتها انا، نايس ون، شكرا شكرا لك والله شكرا، ما حصلتها ابدا في حياتي ذي السياره، ما اعرف كم سعرها ولكن راح نستكشف. كفو مبروك والله مبروك والله، ايش اسوي يا عمي والله اسطوره والله قسم بالله اسطوره، كفو والله كفو، هذه السياره ما ادري ايش هي والله، كفو يا عمي. تعال نشيل ذي الان من هنا،
كريجر بنشيله بنحط سياره ثانيه لوتوس ما ادري ايش اسم السياره هذه عاش ما مكاله كفو يا نهاد يلا بسحب اسمك نهاد الان كفو اوكي خلينا نشوف هذه السياره ايش واو شباب شوف شكلها محلاه والله لونها حلو كثير من امام من ورا غريبه كثير السياره ذي والله كم سعرها تقديريا 5 مليون اتوقع اقل من 5 مليون يمكن كمان ما ادري بسم الله الرحمن الرحيم والله تقول كاني كاتبها كاتب انا الاسامي السيارات بنفسي بوغاتي بوليد ما تدري يمكن 20 دولار بحظك يا نهاد نهاد 20 دولار ذي ترى مو مزح نهاد ليتس جو 3 2 1 يا رب بحياتي ما عاد افتح بحظك نهاد انت الله 300 الف والله كفو كاني كسبت سياره سعرها 3 مليون بعد 300 والله باكيش ابو 40 احتمال تحصل سياره البوغاتي سنتوديشي بوغاتي 40 دولار بفتح لها باكيج ابو 40 دولار بخربها شباب بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا هذا بحظنا جميعا لان هذا مبلغ كبير ما اقدر اقول الاسم مسؤوليه كبيره شباب هذا بحظنا كلنا 40 دولار احد من هذه السيارات الثلاثه ما يهمني بس هذه ما احب شكلها يعني اتمنى هذول الاثنين بالله عليكم 40 دولار والله مبلغ والله بالله لا تستهبلون 3 2 1 الكل يقول لي ممكاله بحظ خشمك ما ينفع شوف شوف حظ خشمي شوف شوف خشمي ايش يسوي وايش ما يسوي والله بدي افتح من ذا كمان مره شباب قسم بالله هذول الاثنين خارطين مشت بشكل ارجوكم اعطوني واحد من باب فيتا بفتح من التاب بالله عليكم بفتح هذول الاثنين يا رب هذول الاثنين يا رب يلا نبي سياره يلا اخ بديت اخسر بديت هذه وكانك صامت تعطيها وضعيه الصامت الان وين ما اشوف فلوس فلوس تطير بوغاتي فيرون هل سنكون محظوظين عشان نكسب هذه السيارة اليوم ولا لا؟ أنا ما أدري ولكن رح نستكشف بعد قليل أحد من هذه السيارات الأربعة من هنا رح يطلع شيء أسطوري بس هذه السيارة بيض كثير شباب هذه بحظنا جميعا يا رب يا رب تعال السيارة بيض تعال السيارة هذه بحظنا جميعا شباب بحظنا جميعا بحظنا 3 2 1 سي مالك مالك إيزي حصل خير حصل خير حصلت الفاجعة ولكن مالك سكوت تام افتح أنت وساكت الآن الله ياخذ الله 400 الف اوكي فلسنا هذا كتب لك الحظ المعفن يلحقك للابد الان ما عاد في تكسب ولا سياره ابلع يا البيضه يلي معفنه يلي البيضه معفنه تعرف برنامج الحلم انت الان في الحلم تحلم بحظ باريا بحظ باريا بحظ باريا بسم الله الرحمن الرحيم باريا والله خوفني قسم بالله قلت مين عم يكلمني باللعبه قلت مين عم يكلمني باللعبه بس بدي افتح من ابو 30 هذا والله عندي هون التوب سيارتين اللي فوق اذا طلع لي واحد حيكون حلو باريا هي بحظك الان 30 30 باريا 30 باريا يا رب باريو 3 2 1 باريو الله يسامحك يا باريو دنيا واخره خلص باري رحت انا حظك البيض باريو حظك البيض زعلتني الف زعلتني لا 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 ايش بك 300 الف طلع لك يا زلمه مو عاجبينك مو عاجبيني لا مو عاجبيني طيب انا لك عندي حل حلو والله في هذا الباكج ابو الستة هذا 6 دولار يعني هاي ايه 6 دولار المهم هاي ست شغل ست عملات في سياره زرقاء ايه ليك محلاه ولك ايه شفتها ايه شفتها هاي اللي عم انا منه منك بفتح كل شيء بالستة خلص نعم ايه والله قسم بالله والله سبام بعد ما 72 والله بعمل سبام حتطلع لي معي 72 والله اطلع يلا مليون بالمئة بتطلع مليون بالمئة بتطلع ترى حصلت كل السيارات اللي فيه الا هي اللي فوق كل شيء معي معناها بتطلع بتطلع لا تخاف بتطلع بتطلع يلا بتطلع يلا 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 هاني هذا بحظك هاني ما طلع شت كمان كان والله يمدي والله انه يمدي بحظ سليم علي ساعد اوكي الان بعدين انا سليم انا بعده على طول سليم اول شيء علي ساعد يا رب علي ساعد يا رب علي ساعد الله اكبر علي ساعد هاي كانت سليم على اساس علي ساعد لا لا يا. سليم ما دخلوا اذا خسرت اخ يا اخي الله يسامحك يا سليم ويا علي ساعد ما دخلوا سليم يا الله دقيقه سياره ايه سيارة ايه سيارة قلت لك سيارة بس شو السيارة؟ رح بيع 250 الف السيارة طيارة لا مو ما تستاهل السيارة هي يعني ليك راكب واحد راكبين ومو حلو كثير يا رب يا كريم يا رب يلا مام قالوا الله سيارة يا رب يا رب يا رب سيارة اللي حلامي اوه سيارة جديدة ما عندي اياها هذه السيارة سيارة جديدة سيارة جديدة سيارة جديدة سيارة جديدة سيارة جديدة, سيارة جديدة والله اسمها الفيستر 811 عاش والله عاش والله كيفو 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 السيارات هذول اغلبها نفس الشكل اي نفس الشكل شو نفس الشكل كل سياره غير عن الثانيه كل وحده عليها مميزات غير الله اكبر سياره دغري انا اجل لما اشوف سياره دغري انا اتحول معلش يعني لازم اتحول الثانيه ايش سياره ايش وضعها واو لك شكلها من ورا اوه كم سعرها شوف اتوقع سعرها اقل من 3 مليون 3 مليون وما حولها احس يعني ما ادري ما اتوقع اكثر يعني اربعه مليونين و700 يا عمي خابز السيارات خابزهم انا والله والله نايس ون نايس بوغاتي شيرون واحد عم يبيع بوغاتي شيرون فل كونفجريشن ب 20 مليون اروح اشتريها
أزبدة شباب، هل أنتم تشوفون هذا السطر من السيارات؟ سطر باليمين فل سيارات، سطر باليسار فل سيارات. هذه السيارة بيض نوعا ما، أنا حاطها هنا عشان أتجول فيها وما حد يسرق ليها، عادي لو انسرقت. عندي سطر ثاني مثل هذه الأسطر ولكن ما عندي كراج يكفي هذه السيارات كلها، تمام؟ هذا شيء مؤسف صراحة، إنه ما يمدينا نشتري كراجات ونحط فيها سياراتنا. فإن شاء الله يضيفون كذا تحديثة يضبطون ذا الوضع، لأن إلى الآن ما يمديك تعدل سياراتك إلا إنك تطلع واحدة ثانية. مثلا جيت لهنا أقدر كذا بضغط الزر أطلع سيارة ثانية، مثلا أبي أطلع سيارة اللوتوس إيفرا، هذه السيارة اللي كسبتها طبعا أنا كمان، سيارة جدا جدا رهيبة شباب. المهم ذا مو كلامنا أيضا، كلامنا هو شباب كالتالي، تذكرون سيارة البي إم الزرقاء اللي اشتريتها بمليون يا جماعة؟ مع الأسف الشديد أنا ما أدري ليه في أحد من الفاميلي ساحبها كان لبيت الفاميلي وطالع فيها برا وسارقين منه أو شيء من هذا القبيل، مع إني أنا نبهت وقلت ممنوع منع باتا أي شخص من الفاميلي ياخذ أي سيارة من هذول السيارات، هذول السيارات خاصين. أتوقع إني نسيت أحط عليها رتبة، لأن أنت نوعا ما يمديك تحط عليها رتبة من هنا، أي سيارة عندك يمديك تحط عليها رتبة على طول من هنا، شايفين هنا الرتب؟ فأنت تقرب نفسك وأنت تبي الناس يسوقون ذي السيارة ولا ما تبيهم يسوقونها؟ فيا ريت هنا الموضوع انتهى يا شباب، يا ريت الموضوع كان منتهي هنا. من منكم يتذكر سيارة الكاديلاك اللي كانت عندي هنا؟ ايضا في شخص ساحبها وايش مسوي؟ تاركها برا سارقين السياره. صار عندي 8 سيارات الان عشان اسحبهم من مكان سرقه السياره. الان بروح بوريكم على طول، اوكي؟ خلينا نطول وقت شباب. الان ابي اروح بالسياره معفنه شويتين صراحه، ما عندي حتى الفورد فوكس ار اس 7 وينها؟ لا تقول لي الفورد فوكس ار اس 7 كمان طارت الزرقاء. دقيقه هنا، لا هي هنا. والله شباب لو تطير ذي السياره لا اوريكم والله. طيب شباب ايش عندنا بيوت بالمزاد؟ انا ترى ما شفت والله، اني ما ادقق صرت في ذي الامور كثير، لان ابي بس ابيع ذا البيت بالاول بعدين ادقق. شباب بسم الله، خلينا نروح الان. اول اتجاه عندنا راح يكون على المكان اللي جنب الشرطه، هذا المكان، هذا مكان الحجز يا جماعه الخير بالسيرفر، تشوف فيه سياراتك كلها واللي تبي تطلعها واللي لا. بروح اطلع البي ام اللي عندي اللي سعرها مليون، لان ودي اروح اعرضها بالمزاد للبيع يعني، واروح اشوف ايش في سيارات للشراء. ودي كمان اشتري بزنس، والله ايش ودي وايش ما ودي يا عمي، ودي اسوي كل شيء شباب والله. تعال نشتري الان واحد هذا كانستر، ليتس جو. ايوه هذا يعبي بنزين، ليش ينزل ما ادري. اوكي زبده، خلينا نكمل الان شباب على طريقنا بسم الله. طبعا بهذا الوقت ايش يمديك تسوي امام كالو بهذا الوقت؟ يمديك كل اختصار توقف هنا على طول، تضغط حرف الكي، هذا الشيء يلحقني. من دول؟ ايش تبون؟ تبون تسرقون سيارتي؟ ها؟ تبون تسرقون سيارتي؟ يبون يسرقون سيارتي ولا ايش هذا الشباب؟ ها شوف طلع سلاحه، شوف شوف طلع سلاحه، والله محسبين الدنيا فلت انا، محسبين الدنيا فلت انا، يبون يسرقون سيارتي شباب، يبون يسرقون. هم انت ايش محسب انت وياه؟ يمديك تسرق سيارتي يعني؟ محسبين يمديك تسرقني؟ لا حاول تسرقني. يلحقوني والله يلحقوني، والله يلحقوني شباب، يبون يسرقون سيارتي. اوه شيت، يبون يسرقون سيارتي شباب، يلحقوني في كل مكان. هيلب، اي نيد هيلب. والله تحلم تحلم تحلم، بلففكم الماب بالكامل، بلففكم العالم 9 مرات قبل لا تمسكني انت وياه. بروح ادخل الجرين زون هنا وبشوف ايش عندهم لهذول الجماعه اللي يحاولون يدورون عن سيارتي الان. الجرين زون، هذا انا بالجرين زون، تفضل. ها ايش تبي تسوي؟ ها ايش تبي تسوي بالجرين زون؟ طلع سلاحه، مطلع سلاحه، وين وين وين؟ مان يو ساوندز ايديوت يو بوث. I want to look your car. Why are you so toxic, stupid? What? I want to look your car because I like this car and I want to look price. You need to steal it. Say that. You need to steal my car. You need it. I can give it to you free. No. I want to get this car and I love this car. Okay. Do you need it? I can give it to you. No, don't need. Why then you pulled out your weapon then? Explain. Idiot. يلا هش. لا اشوفك انا، لا صيتك. شفتوا شباب؟ والله قمه الوقاحه وربي قمه الوقاحه. انا كنت اخبرك تبي سيارتي بالاحلام تحصلها، كنت بخبره الان بالاحلام. شوفون الوقاحه في قمتها شباب، والله الوقاحه في قمتها. يعني وات يلسي يطلع سلاحه يبي يهددني في المدينه؟ اقول لك ممنوع تهدد، والله لو انه هددني ريتني مسكت عليك ذي اللقطه وبندتكم كلكم يا شباب، والله مسخره والله. الزبده راح اعرض بيتي للبيع شباب الان. هاوس هليباد جاردن سويمينج بول 85 مليون شباب، نزلت اعلان البيع على بيتي يا جماعه الخير ب 85 مليون. زبده شفتوا ان هذه السياره معرضه للسرقه شباب، فانا راح اسوي الامر كالتالي، مش كذا سرقوها الان والله بهدله والله شباب، يمديهم يسرقوها باي لحظه والله، حاطين عنهم عليها. بروح احطها في الكراج على طول شباب، بروح اسحب واحده ثانيه والله، والله هذه تطير مني 90,000 ترى يعني. بروح اسحب واحده سعرها شباب 100,000 عشان يكسبوا عليها 10,000 اطلعها. بروح اطلع سياره البي ام المعفنه، اعفن سياره عندي بطلعها. ما يمديك، ما في امان شباب، ما في امان باللعبه ابدا، ما في. لسه يطلع سلاحه بكل وقاحه يبي يذبحني ويسرق السياره، محسب الدنيا فلتانه والله يا شباب. غباء، ما تجي الا على مخي ذي الحركات. نو اي لايك ات، نو اي لايك ات، اي لايك الكار، اي تو باي يور كار، نو اي لايك ات. هو نزل الاعلان شباب، نزل الاعلان، نزل الاعلان، في واحد اتصل على طول. هل اقدر ارد؟ الو
Hello. Yeah. What's up? How much? Do you hear me? Yeah, you can hear me. Hello. Yeah, I can hear you, Carlos. Hey, how much? How much? How much do you want it? 85 مليون. How much? 85 مليون. 85 مليون إيوة. أنا من متابعينك يا حبيبي. حبيبي حبيبي هلا. عطنا هدية يا أخي. بنطلون عندك بنطلون بالله عليك. بنطلون. بدون مزح. لا ما عندي بنطلون. بالله البنطلون ما عندك بنطلون بالله تسألني بنطلون هذه هديتك بنطلون. تعال بعطيك فلوس اشتري بنطلون. أي كذا شيء خفيف يا أخي دور دور عندك كله. تعال بعطيك بنطلون أنا بعطيك فلوس اشتري بنطلون تعال. ما يا أخي مو بنطلون عادي بنطلون كذا حلو. بنطلون بنطلون بفلوس يعني. شوف بنطلون غالي. شوف مو اللي فوق فوق مرة لا هذا الحلو عرفت هذا الأسود وذولي. يا ريت عندي لا يا اخي بالله عليك لا يا اخي بالله عليك والله يا اخي والله والله تدري انا مستواي كثير بس اني لحد اليوم مو محصل فلوس حتى اشتري ملابس حلوه. الفلوس صعبه والله صح تجميع الفلوس صعب والله صعبه يا اخي انا قاعد ابقى باللعبه 8 ساعات حتى احصل بس 150000 ابقى اتحرك. كم معك فلوس طيب الان؟ كم معك؟ معي 180000. والله كثار يمديك تشتري بناطلين فيهم مو بنطلون. لا انا اقصد انه بنطلون هذا الحلو يا اخي خلا تحرجني يا اخي يا اخي والله ما ودي احرجك تدري انا لما تتابعك ولك انا ما عندي بنطلون لي والله ما عندي لي يعني انا لابس شورت. انا لما اتصلت عليك والله كنت اسال عن ابارتمنت يعني ما ادري فيك انك من قالوا والله والله اقسم بالله عليك قول ليه يا عمي انا ناشر ابارتمنت ايش الابارتمنت اللي تدوره انت حبيبي 5 مليون كاتب انا على طول تحط تتواصل يعني على اساس بيسوي لك ديسكاونت على 180000 لا احسب البرايس يعني كذا احسب انه مو محدد فيك يعني خلاص يلا جيت المكان تعطيني اياه ايش اعطيك بنطلون اي بالله بالله يا اخي بالله عليك يا اخي بالله عليك روح على البيتش ماركت اشتري له اي يلا اوكي تعال انا ابشر يلا طيب عدنا موقعك بس بجي نروح على البيتش ماركت نلتقي هناك روح على البدايه على المداخل يلا جايك يلا تعال شوف هذه السياره شباب نسيت اخبركم تعالوا شباب تشوفون هذه السياره اللي يجي يصرخها تعالوا صرخها يعني ايش راح تكسب منها راح يكسب منها شباب 5% يعني مو 12000 6000 6000 راح يكسب منها اذا جه صرخها يعني انا اقدر اطلعها انا ب 12000 اقدر اطلعها يعني هذه انسرقت والله انك ما تزعل احسن من 90000 يا ولد والله اني طماع شباب ادري بس انه يعني تم حطيت 6 مليون شباب صار معي 41 مليون يا جماعه والله لازم اصرف فلوس لازم انتبه لفلوسي كويس والله لازم انتبه لفلوسي كويس وهذا انا وصلت الى هذا المكان شوفوا هذا المكان هذا هو مكان اللي ممكالو مسوي فيه العجائب والله مو بس انا ترى حتى الفاميلي يعني صار سياراتي شباب سارقين هلي طيب نكلم ذا الرجال شباب ونسحب سياره انت والاخرى ما بطلع كل سياراتي ولكن تعرفون يعني شوف ما بطلع الكاديلاك الكاديلاك بخليها الان يعني مو مضطر ادفع 300000 بس بطلع ذي شباب سيارتي خلاص بيك اب ترانسفير يس هاي طلعت هذه السياره شباب شوفون هذه السياره ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد شوفون هذه واو تدرون ايش بروح اعرضها للبيع على طول بالمزاد ليتس جو شباب بروح اعرض السياره على طول للمزاد بالبيع وبشوف من اللي الشخص اللي راح يكسب هذه السياره سلام عليكم هذه السياره اللي معانا هنا اوكي تعالوا بس نضغط كذا جي ونشوف ايش وضعها بس عندها ترانسميشن ماكس هذه ليفل 3 فمناسبه جدا جدا اني اروح اعرضها للبيع حلوين كثير هذا مكان للبيع هذا هو مكان للبيع انتراكشن هنا انا اقدر احط هنا سيارات للبيع هذا كل السيارات اللي اقدر احطها للبيع شباب راح احط سياره الاودي كمان اقدر اعرضها راح احط هذه السياره للبيع الان 10% ياخذون منها السياره يعني لازم احطها انا بمليون ونص بحطها بمليون ونص شباب دي السياره انا اشتريتها بمليون اتوقع اشتريتها بمليون الا بعرضها بمليون ونص كذا بمليون ونص تم نمبر اوف دايز بحطها 3 ايام عرض للبيع شباب 3 ايام 6000 شباب كل ذي اللي عملته بعدين لازم نزل من السياره الان وراحت الاشاره وين راحت الاشاره كذا مليون و499 الف ليتس جو حطيت سيارتي شباب للبيع شباب الف مبروك لنا حطينا السياره هذه للبيع بسعر مليون و490 الف اوكي مبلغ جدا مناسب صراحه اشوف انا كنت تضغط عليها الان راح يقول لك سعرها مليون ولكن انا ابيعها كذا لاني مطور عليها تطويرات يعني والله شيء حلو كثير اقدر اغير سعرها كمان اوكي نايس بخلي سعرها مثل ما هو الان ديم تم عرض السياره هذه للبيع شوف هذا الشيء شوف شكلها شافها ما شافها اوكي تفشلنا 350 الف بس سعر هذه الدراجة بس صراحة هي من اسوأ المركبات باللعبة شوف يمديك تشتريها ب 193 الف ولكن ليش من اسوأ المركبات لان دراجة بالنهاية يعني مو حلوة كثير ايش عندنا هنا ماي جاد شباب هذه السيارة حلمي تطلع لي بالباكج شباب كم عرضها للبيع 6 مليون سيارة الثراكس هذه اسمها 6 مليون شباب اشتروا السيارة اشتروا السيارة ولا لا وين راحت السيارة ولا هذه يا او ماي جاد وهذا انا جيت الان الى سوق الخضره يا جماعه الخير السلام عليكم هذا سوق الخضره بالنسبه لي لان نشوف الخضره بالبدايه تكون الخضره كذا هنا فشباب لا تقولي ملا اي باندا هنا وات والله شباب ايش يسوي باندا هنا
هنا عندنا السوق هنا. اوكي نايس وان. What the fuck? What the heck man? What are you doing here man? What the fuck? What are you doing here man? What are you doing man? What are you doing here man? Yo, what are you doing here man? 37 مليون سعر هذا البيكاتشو. 37 مليون. Oh my god, ايش فيه؟ That's a unique t-shirt. ايش اليونيك تيشيرت يا عمي؟ هذا الشخص اوه هذا اللي شخص مصممه وجالس يبيعه مثلا يونيك ليفل ماكس. اوه يونيك تيشيرت 37 مليون لو ايش ما اشتريها والله. ايش اليونيك مع نفسك والله. هاي هاي هلو هلو. I want to tell you something. Yeah yeah tell me. I told you I will come to the beach market about the band loan. Oh, it's you. Yeah it's me. Hello hello just hello. Thank you man. This band loan I mean. But if you can't, it's okay, man. It's okay. This pants, you like it? يبي ذا البنطلون شباب والله مسكين والله يبي ذا البنطلون. This pants, this one. Yeah. But if you can't, it's okay, man. 350,000 ولد. باندا عطيه مجانا. باندا. Come make discount, man. What the heck? Yeah, hello. 350 for that pants, man. Make me a discount now. How much you want? Put it at 200. I will buy it. 200. حط 200. Yo, I'm gonna buy it for 300, bro. What the fuck? You want to buy for 300 gum? No! I'm gonna buy it. I'm gonna buy it for 300, man. Okay, man. I ain't letting him take it. No. 320. Let's go. 320 hey. For me, Simon. 330. 340. Alright. 700K. 700K. 1 million. Gum. 1 million. 1 million for Mr. Music. Alright, listen. Uh-huh. Listen. Yeah. 2.5 million. Oh no, guys, please, no, guys, no. 200. Okay, for okay, sell it, him. Okay, it's done. All right, I'ma buy 200K, man. Why? No man, you said 2 million. Come 350. You know, you cannot. Hey. Awesome. I have my 2 million. واحد اثنين ثلاثة بعطي 200,000 بعد اسمع عشان لا يخسر في. بعطي 200,000 كافي والله كافي لا تطمع يا أخي. يا اخي اي لوف يو يا اخي احبك يا اخي. والله كيف والله كيف عادت البنطلون شبه خليه يتهنى فيه. اوه ايش هذه الكنزات كلها. واو هذه حلوه والله. طلعت الومن يا شباب. انا ما كلش كل اللي يعجبوني يطلع ومن. طيب والله غش والله. اوه هذا حلو كمان طلع للومن. الان يا جماعه الخير رجعت لكم من جديد وحاب اخبركم اني قررت اخيرا ايش بسوي كوظيفه لي. يا جماعه ترى انا محتار جدا كيف ممكن استثمر الفلوس هي عشان ادبلهم وادربلهم وكذا يعني فاهمين. معي 41 مليون ابي اخليهم لبيت الفاملي بنفس الوقت. فالفكره المثاليه تكون اما اني اشتغل بتجاره البيوت اما اني اشتغل بتجاره السيارات. قررت اني اسوي لكم مقطعين عن هذا الشيء. راح اول شيء نسوي تجاره السيارات بهذا المقطع وان شاء الله المقطع الجاي نستلم تجاره البيوت ونشوف اي واحد منهم مربح. اوكي بالنسبه لتجاره السيارات كيف راح تتم العمليه. اما اني اروح مزاد السيارات واشتري لي سياره كذا بسعر ولكن اتم اعرضها للبيع لين تنباع معاي. او اما اني ايش اسوي يا شباب اشتري كذا سياره فاخره انزل اعلان الان مين يبيع ذي السياره. شو مثلا ذا يقول لك سيلين كار فيجوال ميدل انشورنس تيربو كيد 4.2 مليون. ايش نوع السياره ما ادري بنتواصل معه على طول. هلو وات از ذا كار. ايش نوع السياره اللي تبيعها ب 4.1 مليون يبيعها. يمدينا نبيعها نحن ب 4,200,000 4,400,000. ما تعرف في ناس ترى تشتري بشكل جدا كبير. بي ام دبليو اي 8 يقول لك بي ام دبليو اي 8. بي ام دبليو اي 8 صراحه مو من السيارات اللي تنباع بشكل سريع اتوقع. بس مو متاكد صراحه بس ما اتوقع. شوف السيارات اللي تبيها انت في عندك الفيراري ايطاليا في عندك البوغاتي شيرون هذول ينباعون بشكل. شوفوا شباب اذا رحنا هان القائمه النيسان سكاي لاين جي تي ار هذه تنباع بشكل جدا كبير بالسيرفر يا شباب. الناس كلها تشتريها. شوف هذا يبيعها ب 6.3 مليون. انا لازم اخذها منه ب 6 مليون. كان فول كونفيجريشن لك انا نسيت. يقول لك فول كونفيجريشن 6.3 مليون يا جماعه. اقدر اشوف يس يو كان. اوكي كتب لي ابي اشوف السياره ذي صراحه عجبتني كثير. يقول لي شباب معروضه للمزاد السيارات للبيع السياره هذه يعني فاذا تبي تروح شيكها من هناك ولكن انا اشوف سعرها شويتين لكم عليه يعني شباب. If you will get it you will get discount 150,000. شفتوا يبيعون السيارات ب 6 مليون 150,000 يقول لك اوكي. انا ليش اقول لكم شباب هذه السيارات تنباع بشكل جدا كبير اللي اوريكم عليهم انا. اذا رحت هنا ورحت على الكار هنا راح تشوف عندك سيارات بالهبل في هذا المكان ولكن السيارات اللي اكثر شيء الناس تشتريها ومرغوبة جدا ايش هي السيارات هذه؟ راح اوريكم عليها يا شباب. سيارة البوغاتي شيرون سعرها 280 دولار اذا جيت تشتريها، باللعبة نفسها كل يوم الناس تبحث عليها يعني اذا انا طلعت راح تلقى واحد كاتب ابيع سيارة ابي سيارة بوغاتي شيرون، البوغاتي شيرون مرغوبة بشكل جدا كبير بالسيرفر. طيب انا الان ايش بسوي الان؟ في واحد ماخذ سيارتي هنا طبعا السيارة المعفنة ذيك ما يهمكم، بطلع سيارة ثانية اللي هي ذي شباب ونتوكل ونشوف ايش عندنا وما عندنا. بروح شيك ذيك عجبتني كثير صراحة 6 مليون. اوه اتوقع اني حصلتها يب هذه هي. هذه هي السيارة.
نيسان سكاي لاين جي تي ار 34. هذا الشباب تخيلوا معنا، تعالوا تخيلوا معنا السياره هذه، تشوفونها نفس السياره اللي انا ادورها الان واللي ابي اشتريها. تخيلوا هذا بكم عرضها للبيع الان، بلا شوف كم عرضها للبيع، 7.2 مليون، وهذاك يقول لي تعال اشتريها ب 6 مليون. شفتوا الفرق اللي يمديك تحصله بالهبل؟ ترى السياره سعرها 2 مليون ونص بالنهايه اذا رحت تشتريها انت بنفسك. السياره حلوه لكن فل فل تطويرات. والله السياره حلوه والله. مين كاتب لي هنا منور؟ والله السلام عليكم. والله ويلكم ويلكم. هلو هلو هلو. اوكي طلعت السياره مو هنا لان هذا اللي صاحبها اللي بيع هنا بشغله بسياره ثانيه. Do you like my car? Come look, come. Where? Yeah, come. يا ليت عجبتك سيارتي، وين سيارته؟ اوه نايس والله نايس. اوه وات ذا فاك نايس، ذاتس نايس مان، وات ذا هيك مان، مو نايس. ايش هذا النقش اللي حاط عليه؟ Not nice, not good, not good. Why, why? You say nice. And not, you say nice. Because I saw some pictures on it. I don't like it. Right. Sorry, man. Okay, hello. أخبارك طيب إن شاء الله. الليل والله كيفك شو أخبارك؟ والله تمام. بعد الكنيسة بندخل الكنيسة بنحاول إنجليش، بندخل هذا بنحاول على طول. يعني بنحكي كمان فرنسي إذا بدك عادي. أوه فرنسي كمان، يلا يلا. بحكي أنا بلجيكي وهولندي. قلت لي قلت لي صح. هولندي كمان يا ما شاء الله. طبعا ليش لا؟ ليش لا؟ خضرة لأن نحطها يلا على طول. طبعا دراسة الحمد لله رب العالمين. سعد لقلبك. حبيبي والله حبيبي والله انا داخل اسمع، دخلت صار لي مده يعني ادور في واحد قال لي يبيع سياره النيسان، انا جالس تاجر بالسياره هي يعني شويتين حاب اني اشتريها وابيعها. ايوه والله اذا في فرصه حلوه اشتريها. تعال نشوف من هنا. تعال بسم الله. هذيك السياره على اغلب مو هي هناك، هذه هذه 100% هذه 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 99% هذه يا شباب، هذه هذه 6 مليون 150 الف، 6 مليون 150 الف. هذه السياره هذه ذس وان، يا اتس ذس وان ذس وان ذس وان، هذه هي السياره اللي كنت ابيها انا. فل كونفيجريشن اميزنج. 6 مليون اميزنج اميزنج يا اميزنج. اوكي انا كيف على كذا لازم افكر انا الان. اوه هذه السياره حلوه والله. على كذا شباب انا لازم افكر الان. باليوم الثاني يا جماعه الخير كنت توني كذا صاحي من النوم الا في شخص يخبرني من الفاميلي انه في بزنس بامبكن سيد للبيع لازم تشتريه ب 25 مليون، فانا قررت ادخل واشتري هذا البزنس وتعرفون يعني. هلو عليكم. هلا والله. هلا 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 كيفك يا حبيبي؟ السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عليكم السلام، اهلا بالشباب والله الحمد لله، كيفكم انتم؟ هلا والله فيك. لازم يكونوا معي بيدي صح مو بالبنك؟ تقريبا لازم يكونوا معك. اوه عادي نروح البنك طيب والله مو سهل. يلا يا باشا. يلا يلا تعال. كفو كفو يلا. Hey Steve, what's up man? اوكي تمام. الف مبروك عليك. مبروك عليك يا ممكالي. الله يبارك فيكم. شكرا. ثانك يو. معرفه خير، تشرفت بيك. توني توني شباب اشتريت بزنس ب 25 مليون للبامبكن سيد، اللي حاب يشتغل فيه شوف كيف ممكن تشتغلون فيه. والله هذا البزنس ترى يمدينا نطلع منه بالاسبوع 7 مليون اتوقع بالاسبوع اذا اشتغلنا كويس عليه. ترى اذا اشتغلنا عليه مثل العاده بنطلع فيه 13 مليون و15 مليون ترى. ايوه كفو نايس. حلوين حلوين. هذه مجرد البدايه يا جماعه الخير، انتم ما تعرفون الان ايش شرينا وايش ممكن نطلع ارباح من هذا المكان، راح تشوفون بالحلقه القادمه ان شاء الله.